صباح الخير طلاب الأعزاء، في وحدتنا من نحن للأسبوع الثاني، سأقوم بتقييم مدى إتقانكم لمهارة القراءة لنص من حقي أن أعيش، ثم سنبدأ بحل أسئلة الفهم والاستيعاب حسب معايير الكتابة الصحيحة في دفتر التدريبات. سنقوم بتقييم المهارات التي تمتلكونها في الصف الثالث من خلال الاختبار التشخيصي. سنبدأ بالمهارات النحوية مثل أقسام الكلام من اسم وفعل وحرف وخصائص كل منهما. بتقييم المهارة الإملائية من خلال استخدام العديد من الاستراتيجيات الجميلة والممتعة مثل استراتيجية XO. دمتم بخير وعافية.